But I'm not saying that we should not be saying, should not look at ourselves why we did not win the game. But you have to accept it also. طبعا ده مش معناه ان احنا مش هنعاتب نفسنا وهنقف على الاسباب اللي احنا ما كسبناش فيها الماتش، لكن لازم نستمر. It was very very unfortunate tonight because we were very unlucky on two moments. للاسف كان ده سوء حظ، لان كان عندي سوء حظ في مرتين في الماتش، لحظتين في المباراه. With our two senior players. مع اثنين لاعبين كبار بالنسبه للفريق. علي معلول missed the penalty. علي معلول اهدى ضربه جزاء. Our captain made a big mistake. وكابتن الفريق عمل خطا كبير. Last week. الاسبوع اللي فات. I saw my captain making a big save. شفت كابتن بتاعي كابتن. In the first 10 minutes. صد مهمه جدا في اول 10 دقائق كان ممكن يغير سيناريو الماتش. And I saw Ali Maloul scoring a penalty. وشفت علي معلول في الماتش اللي فات برضه سجل ضربه جزاء. But tonight it's not the same. لكن النهارده يعني النادي ما كانش نفس. And I spoke to the team. I said this is a test of our character. قلت جيت مع فرقتي بعد الماتش قلت لهم ده اختبار لشخصيتنا وطبعنا. And I don't want anybody to blame, to point the finger. عايز حد يشاور بأصابع الاتهام على حد من زمايلي. Because last few days we were happy, we won and we were hugging each other. لأن من كام يوم احنا فرحانين وكسبنا كنا بنخدم بعضنا. Tonight is very sad for us. النهارده طبعا في حزن، حياة حزن كبيرة بالنسبة لنا. We need to stay together. برضه المفروض نبقى مع بعض. Because we have a long journey. لسه عندنا طريق طويل. Because it's a long road. لسه طريق طويل نكمله. So it needs a good spirit. لازم تكون روح كويسة. It needs honesty. أمانة. Trust. ثقة. And togetherness. ونكون برضه في كلنا مع بعض.